الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. نقرأ بنعمة الله لأجل تعليمنا فصل من إنجيل معلمنا متى البشير، بركاته على جميعنا أمين. إنجيل معلمنا متى إصحاح 26. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا أما قدركم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن أمكن، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينهم. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب، والمجد لله دائما أبديا آمين. هذه المشاهد مشاهد بستان جسيماني جنبا إلى جنب مع مشاهد الجلجثة هي أقدس وأصعب لحظات عاشها إلهنا القدوس، أقدس وأصعب لحظات عاش إلهنا القدوس، لدرجة إن عقولنا المحدودة وذكائنا المحدود ما يقدرش يدرك قيمة وعظمة هذه المشاهد وهذه اللحظات اللي المسيح عاشها. علشان كده في قول جميل كده قريته وزي شعر يعني بيقول: اخفض الرأس وسيري بخشوع واملئي بالطيب ساعات الربوع، هي أرض داسها الرب يسوع، فاذكري موسى ولا تنسي يشوع. علينا ان احنا نخلع احذيتنا من ارجلنا، لان الاماكن اللي هنقترب اليها دي سواء في البستان او في الجلجثة اماكن مقدسة، زي ما ربنا قال لموسى النبي: اخلع نعليك نعلك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه ارض مقدسة. في هذه المشاهد اللي هنتأمل فيها بنعمة ربنا هتبقى ما بين البستان وما بين الجلجثة، يعني هتفضل المشاهد دي قدامنا في الدقايق القليلة اللي جاية دي. وهنتأمل بنعمة ربنا أول حاجة في كمال الإنسان، كمال الإنسان. لو جينا نفكر كده في نوع، كم نوع من البشر أو كم نوع من الإنسان ممكن يكون في حياتنا؟ أول حاجة الإنسان الشرير، ربنا ما يسمحش إن حد فينا يكون عايش في شره مش بيتوب. الإنسان الشرير ده يهوذا اللي معنى اسمه ابن الهلاك. في الإنسان الضعيف، معلمنا بطرس هو أكبر الرسل لكن ضعف. مش بس معلمنا بطرس، كل التلاميذ تحت الصليب هرب. مش بس كل التلاميذ، كلنا تحت الضعف. أما الإنسان الكامل بقى، الإنسان الكامل هو شخص الرب يسوع المسيح اللي قال كده: من منكم يبكتني على خطية؟ ولما رئيس الملائكة جبرائيل بشره من العذراء قال لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قدوس بلا شر وبلا عيب وبلا دنس. عشان نعرف ما صنعه هذا الإنسان الكامل من أجلنا هنروح لسفر اللاويين إصحاح 16. سفر اللاويين إصحاح 16 كان رئيس الكهنة يدخل يوم الكفارة العظيم ثلاث مرات في هذا اليوم. المرة الأولى يدخل عشان يضع بخور في المجمرة فتتصاعد سحابة بخور،
ليشتمها الله عن خطايا الشعب. المرة الثانية كان يدخل بذبيحة ثور، يذبح ثور ويدخل بيه عن خطايا نفسه وبيته. المرة الثالثة كان يدخل بذبيحة تيس عن خطايا شعبه. فكان يدخل ثلاث مرات في هذا اليوم، يوم الكفارة العظيم. المسيح بقى دخل الحياة مرتين بس، لأن المرة الأولى هي البخور، هو رئيس الكهنة الأعظم. ففي البستان، هنا في مشهد البستان هنشوفه يدخل علشان أبوه الصالح يشتمه، وزي ما احنا بنقول في لحن فيقطف إنف اللي بنقوله في يوم خميس العهد، وبنقوله في الجمعة الكبيرة في الساعة 6 و9، وفي عيدي الصليب بنقوله برضه قبل رسالة البولس، دخل ليشتمه أبوه الصالح كرائحة بخور. بس دخل هنا مرتين مش ثلاثة زي رئيس الكهنة اللي كان بيدخل في العهد القديم. رئيس الكهنة قلنا كان بيدخل علشان المرة الأولى يضع بخور، دي المسيح عملها بستان جسيماني. المرة الثانية دي المسيح ما عملهاش، اللي هي يدخل بذبيحة ثور عن خطايا نفسه وبيته. والمسيح لم يوجد في فمه مكر ولم يصنع خطية، عشان كده ما دخلش المرة التانية دي، لكن هيدخل في الجلجوسة بقى ليقدم نفسه ذبيحة. دي المرة التالتة اللي دخل فيها يقدم نفسه ذبيحة عن خطايانا. ايه البخور بقى وايه كمال الانسان اللي عاشه المسيح؟ اول حاجة كمال الطاعة. هو احنا مشكلتنا كانت ايه؟ المشكلة الاساسية العصيان. يوم ان تأكل من هذه الشجرة، وكلنا بنلوم على ابونا ادم، نقول يمكن لو احنا كنا خدنا الفرصه، في ناس دلوقتي بتقول كده، ما كناش نغلط زي ما غلط ابونا ادم. لكن ما اشبه اليوم بالبارحه، هي كلنا بناخد نفس الفرصه ونسقط في نفس العصيان. المسيح بقى عشان يقدم لنا الانسان الكامل في طاعته للاب السماوي، اول ايه جت عنه في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 2، لما كانت الدنيا زحمه والعذراء مريم قالت له احنا كنا معذبين من اجلك، قال لها ايه؟ ألستم تعلمان انه ينبغي ان اكون فيما انا؟ مش بفكر غير بس في اللي عايزه الاب السماوي. يقول كمان ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. فدخل بستان جسيماني هنا علشان يقدم نفسه ذبيحه بخور، فيشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة فيغفر الخطايا. كمان في كماله كإنسان كامل كان عنده كمال القداسة، مش بس طاعته للآب السماوي اللي قال له فيها زي ما سمعنا دلوقتي، إن أردت أن تعبر عني بس أنا مش هختار، أنا هكون طائع وخاضع لتكن لا مشيئتي، أنا يعني مشيئتي مش هتمسك بيها بل مشيئتك. كمال القداسة كمان، رئيس الملائكة جبرائيل قال له من العذراء في البشارة القدوس المولود منك يدعى ابن الله. التلاميذ قالوا له نحن آمنا أنك قدوس الله. ذبيحة عن نفسه دي ما يدخلش بيها المسيح، لأنه ليس له اضطرار، زي ما معلمنا بولس الرسول في عبرانيين ليس له اضطرار كرؤساء الكهنة الأرضيين. هنا احنا لينا خطايا، احنا الكهنة لينا خطايا فنقدم عنها، لكن هو لم يكن له خطية. في كمال القداسة بقى هتيجي اللحظة اللي في البستان الشيطان بقى صور للمسيح كل الخطايا، ودي لحظة كانت مرعبة، ودي اللي قال عنها معلمنا متى ابتدأ يحزن ويكتئب. طب يا رب تحزن وتكتئب، هو انت مش عالم بكل ما سيأتي عليك؟ هو انت اتفاجئت في البستان مش عارف ان ده هيحصل، وعارف انك هتصير لعنة وتجعل خطية؟ اتفاجئت طبعا، لا، لانه عارف بكل شيء وعالم بما سيأتي عليه. عشان بس الصورة بتاعت لحظة حمل الخطايا دي تبان قدامنا، ونشوف بشاعة خطايانا، ونعرف مدى الآلام التي تسببنا فيها لفادينا المخلص. لما نقرأ في سفر التثنية إصحاح 21، لو تفتكروا السنة اللي فاتت اتكلمنا عن الآية دي أو الجزء ده اللي هو سر الصليب،
يقول في تثنية 21: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد ومسرف وسكير لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه. الواد العاق ده أو الابن العاق ده يعملوا فيه إيه؟ يقول يأتيان به، ده أبوه أمه خدوا بالكم، يجبوه أمام شيوخ مدينته ويقولان: ابننا هذا معاند ومارد مسرف وسكير لا يسمع لقولنا. وتكون النتيجة: فيرجمه كل جماعة إسرائيل بالحجارة حتى يموت. لما نرجع نقرأ في سفر في إنجيل معلمنا متى، يقول إن المسيح ما صلى بوسان جسماني ابتعد عنهم نحو رمية حجر، يعني على قد ما واحد يحدف حجر كده وإيده تجيب، وابتعد أو خد جنب كده علشان يصلي. كان عارف بكم الحجارة اللي معها كم خطايا سوف ينهال عليه، زي ما بيقول قداس البابا شنودة: خطايا جميع الناس في جميع العصور حملها المسيح. دي أصعب لحظة، لحظة المواجهة مع الخطايا. الذي لم يعرف خطية جعل خطية. ودي بقى كمال القداسة، ده احنا تحت الضعف، ولما حد يتهمنا بتهمة حتى لو احنا أبرياء في التهمة دي بعينها، لكن بنخطئ في حاجات تانية، ما نحتملش ان حد يتهمنا. وكلنا تحت الضعف، ان كنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. فالمسيح في البستان قدم نفسه بخورا في كمال طاعته للآب السماوي وكمال قداسته اللي بيها تواجه مع الخطية، قدوس بلا شر وبلا عيب وبلا دنس، وقال: من منكم يبكتنا على خطية؟ ازاي يا رب هتصير لعنة وتجعل خطية من اجل خطايانا احنا كلنا، خطايانا احنا والناس اللي عاشوا قبلنا والناس اللي هيجوا بعدنا. فده الكمال، كمال الطاعة وكمال القداسة. المشهد الثاني في البستان هنشوف فيه بقى بستان الأحزان. إذا كان المشهد الأول كمال الإنسان، المشهد الثاني هنشوف فيه بستان الأحزان. هو اسمه بستان جثيماني، في وادي ثاني جنبه كده اسمه وادي قدرون. وادي قدرون دي كلمة معناها الأسود، الأسود، عشان المسيح هيجعل بسبب خطية السحاب أو سحابة الخطايا بتاعتنا دي أسودا. وبالرغم أنه اسمه بستان جسماني لكن هو بستان الأحزان. يقول لنا معلمنا متى أنه أخذ معه بطرس وابني زبدي وهم يعقوب ويوحنا وابتدأ يحزن ويكتئب. طب يا رب ما أنت عارف بالله هيجي عليك، ليه بس الحزن والاكتئاب ده؟ كلمة ابتدأ دي لما دورت عليها لقيتها جات في إنجيل معلمنا متى 3 مرات. المرة الأولى جات في إنجيل متى إصحاح 4 وآية 17، يقول: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز. المرة الأولى كرازة. المرة الثانية في متى 16: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب لأورشليم ويتألم ويقتل من رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. دي المرة الثانية اللي فيها ابتدأ، يعني المرة الأولى بدأ يكرز، رفضوا كرازته، والنتيجة إن هم مش عايزينه يملك عليهم. الصبح قالوا له: النهاردة وصلنا مبارك ناتي باسم الرب، ويوم الجمعة هيصرخوا في وجهه: أسلوبه دمه علينا وعلى أولادنا. عشان كده بدأ يحزن فرفضت الكرازة. المرة الثالثة بقى لما جه الوقت أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم، اللي هي دي، أخذ معه في إنجيل متى إصحاح 26 بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يحزن، الحزن بتاع حمل الخطايا ده. كمان جه عن المسيح في مزمور 42 يقول كده: يا إلهي نفسي منحنية فيا، لذلك أذكرك من أرض الأردن. الأردن تشير دايما للموت، من جبال حرمون، حرمون كلمة معناها اللعنة، ومن جبل مصعر، مصعر يعني صغر النفس. المسيح في اللحظة دي في بستان جسيماني بقى اللي خلاه يحزن ويكتئب، بدأت الكاس بتاعة الخطايا اللي هيحملها المسيح في جسده على الخشبة، الكاس بدأت تمتلئ كده بشكل تدريجي، تمتلئ تمتلئ تمتلئ
وخطايا كل الناس في كل العصور جوه الكاس دي، لحد لما جه الوقت اللي فيه لحظة حمل الخطايا، ودي كانت أصعب لحظة على إلهنا القدوس. دي اللي بدأ فيها يحزن ويكتئب. المشهد الثالث بقى مواجهة مع الشيطان، مواجهة مع إبليس. المواجهة الحقيقية مش بس في البستان هنا في لحظة حمل الخطايا اللي الشيطان صورها للمسيح، ولا حتى في الجلجسة وقت الصليب، لكن المواجهة مع الشيطان دي لو تراجعوا كده هتلاقوها كانت من بداية ميلاد المسيح. لما نرجع نقرأ في سفر الرؤيا إصحاح 12 في الآيات من 1-5 بيتكلم عن امرأة متمخضة متوجعة لتلد، فولدت ابنا. إيه اللي كان قدام هذه المرأة وهي تلد؟ كان قدامها هذا الشيطان، يقول لنا عنه في سفر الرؤيا تنين أحمر ليبتلع ولدها الذكر متى ولدته. إذن المواجهة مش بس في الجلجسة وفترة خدمة المسيح لما طلع وأصعد بالروح للبرية عشان يجرب، ولا في الجلجسة حتى، لكن المواجهة دي كانت بداية من الميلاد. وأعتقد أنه هو اللي حرك قلب هيرودس، وهو اللي خلى المجوس لما يوصلوا عشان يتحققوا زمان النجم الذي ظهر هم كمان يقولوا لهيرودس. فالمواجهة دي موجودة وستبقى. سفر إشعياء إصحاح 49 آية جميلة جدا، يقول أخفاني في كنانته. المسيح الابن المتجسد بيقول عن الآب السماوي أخفاني في كنانته، لأن الشيطان لو تأكد لحد صليب المسيح أنه الإله القدوس كان عطل عملية الصلب، لكن يقول أخفاني في كنانته. فالله أخفى المسيح في كنانته. دي المواجهة مع الشيطان. مشهد تاني، يبقى المشهد الأول كمال الإنسان، المشهد التاني كان بستان الأحزان، المشهد التالت المواجهة مع الشيطان. فتواجه معاه وقت الميلاد الولادة يعني، وتواجه معاه في البرية لما أصعد بالروح لكي يجرب من إبليس. جربه 3 مرات ويظهر في صورة عاوز ينصحه زي ما لسه بيعمل معانا لحد النهاردة، يعني يوهم الواحد أو يوحي له أو يوحي لك أني أنا بنصحك، أنا خايف على مصلحتك، أصل أنت تعبان النهاردة، هيجرى إيه لو ما صليتيش؟ أصل أنت النهاردة تعبان، يعني لو ما وقفتش رحت قداس ولا اهتميت ورحت اعترفت ولا صليت وتناولت هيجرى إيه؟ يبتدي يدخل معانا في مساومات. جيل المسيح يقول له إيه؟ أول حاجة يقول له طبعا أنت جعان، إن كنت ابن الله قل للحجارة دي تصير خبز، مش أنت ابن الله؟ فكان عاوز يغير صورة الله الآب عند المسيح الابن. بيقول له إيه؟ لا مش أنت ابنه؟ طب ما خلاص خلي لك الحجارة دي خبز. وما زال بيعمل هذه الخديعة، بس المسيح بقى في إنسانيته وتجسده يقول لنا ويرد عليه مكتوب مكتوب. وده يعلمنا النهاردة إن في حربنا مع الشيطان نرد عليه بكلام ربنا، ولما نصلي بكلام ربنا. عجبني قول الحد من الآباء قال فيه مفيش أحسن من إن احنا نكلم ربنا بكلامه. الناس اللي بيقولوا يعني ليه أصلي بالمزامير؟ ما أصلي كده ارتجالي وأنام وخلاص. طب هو في أحسن من إن أنا أكلم ربنا بكلامه؟ ده أنا لما أكون بكلم واحد لغة مثلا أسباني أو إيطالي بكلمه بلغته نوصل لبعض، لكن لما يكون مترجم برضه مش هيوصل كل حاجة، ولما أكون مش فاهم ولا فهمني خالص مش هيوصل أي حاجة. فالمسيح النهاردة بيعلمنا في المواجهة مع الشيطان في 3 مرات اللي الشيطان واجهه فيهم على الجبل أو في البرية، قال له مكتوب. هنا جاي له في صورة الحية اللي بتخدعنا. في البستان بقى هيجيله في شكل الأسد، يعني هيجيله كده علشان يرعبه بأهوال الموت وبأهوال الخطايا اللي هيحملها في جسده على الخشبة. لما جم عشان يقبضوا على المسيح كان عدد كبير جدا، كتيبة جت تقبض عليه يقدر عددها بحوالي يمكن 600 واحد، كتيبة كاملة جاية تقبض على المسيح.
قال لهم انتوا خرجتوا على لص بسيوف وعصي، ده انا لا املك اي حاجه ادافع بها عن الناس ولا عاوز ادافع. ده معلمنا بطرس لما استل سيفه وضرب اذن ملخص عبد رئيس الكهنه قال له رد سيفك الى غمدي. انا لو عاوز هبعت لابي او هكلم ابي السماوي يبعت لي 12 جيش ملائكه يحاربوا عني، مش ده اسلوبي. هنا بقى هيجي له في صوره الاسد علشان يرهبه زي ما قلت باهوال الموت، لان هو ليه سلطان الموت ده قبل المسيح ما يسمر صك الخطايا اللي كان علينا في الفرائض معلقا اياه في الوسط ويجرد الرئاسات والسلاطين جهارا ظافرا بهم في الصليب. فهنا بقى في البستان هيجيله في المواجهه بتاعته معاه الشيطان مع المسيح في صوره الاسد. المسيح يعمل ايه في البستان علشان يرد عليه؟ برضه يصلي 3 مرات. اذا كان على الجبل في البريه وجهه فرد عليه مكتوب 3 مرات، هنلاقيه برضه في البستان يذهب للصلاه 3 مرات. ففي كماله بيعلمنا النهارده في حربنا مع عدو الخير ما نردش من عندنا ولا بحكمه بشريه ولا بقناعات انسانيه احنا اتعلمناها او اتربينا عليها، لكن بكلمه الله التي هي روح وحياه. في المشهد الرابع هنشوف صلاه لمسكين اذا اعيا، ده جه في مزمور 102. مين هو المسكين ده؟ هو المسيح في هذا المشهد. يقول كده في المقدمه بتاعت مزمور 102: صلاه لمسكين اذا اعيا. اعيا يعني تعب بشده. فبدا يصلي في المره الاولى والمره الثانيه والثالثه هكذا، قال: يا رب ان اردت، او يا ابتاه ان اردت ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. المسكين اللي اعيا ده نشوفه في شخصيه حنا وصموئيل وفي شخصيه حزقية الملك. لما جاء عليهم وقت ضيقه او بلوه على طول رجعوا علشان يصلوا. حزقية يقول عنه الكتاب المقدس: فوجه وجهه نحو الحائط وبكى بكاء عظيما. النهارده المسيح في شخصه الكامل كانسان واله متجسد بيعلمنا كيف نواجه الشيطان بالصلاه، وبيعلمنا كيف نواجهه لما نرد عليه بالمكتوب. لو خدتوا بالكم في انجيل الساعه 11 النهارده اراه ابونا بولس ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم. ما عندناش سلاح ضد الشيطان الا كلمه ربنا اللي هي مكتوب ومعاها كمان الصلاه في بستان جثماني. فهذا المسكين هنا في المشهد الرابع. كمان في مشهد اخر هنشوف فيه المسيح النهارده، هنشوف فيه معلمنا بطرس بقى. اذا كان المشهد الاول كمال الانسان، هنا هنشوف الانسان الضعيف وفشله اللي هو انا وحضراتكم كل واحد وواحده منكم. قلنا الانسان الشرير يهوذا، ربنا ما يسمحش حد فينا يكون هو. الانسان الضعيف بقى معلمنا القديس بطرس يقول كده: ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: طب وش معنى بطرس يا رب؟ مش هما الثلاثة كانوا معاك، بتكلم ليه بطرس بس؟ بس خلوا بالكم بعد كده هيقول لهم بصيغة الجمع، يعني هو بيوجه الكلام مباشرة لمعلمنا بطرس، بس يقول لهم: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا ساعة واحدة؟ يعني هو وجه الكلام لمعلمنا بطرس وبعدين بصيغه الجامع معاه لمعلمنا يعقوب ومعلمنا يوحنا. ليه بقى قال لمعلمنا بطرس؟ لان معلمنا بطرس هو الوحيد اللي قال: وان شك فيك الجميع انا لا اشك. عاوز يقول له اول واحد قلتها يا بطرس انت، وعشان كده اول واحد هتنكر وهتضعف انت، الباقيين هيهربوا بطريقة ما وهيضعفوا بطريقة ما، بس انت اللي هتنكر. فهنا بقى ضعف الإنسان وفشله. عايز أقول لكم الكلام سهل جدا، الكلام سهل جدا، ما أسهل الكلام. القديس يوحنا ذهبي الفم ليه قول آباء جميل جدا، يقول: لماذا هذا الكبرياء؟ لأنك تعلم بالكلام. ما أسهل ترديد الكلمات: علمني بحياتك فهذا أفضل.
خلي حياتك تتكلم وصفاتك تتكلم وسلوكياتك تتكلم فأعرفك. لكن هتقعد تتكلم وتقعد هتكلم عن نفسي ككاهن يعني، وبوعظ وبعلم الناس والناس مش شايفة في حياتي اللي أنا بقوله، مش شايفة في حياتي اللي بعلم بيه، معذرة يعني، في سرهم هيقولوا قول زي ما تقول، احنا مش شايفين فيك، كلنا تحت الضعف، بس أتوب. علشان كده الإنسان الضعيف النهاردة معلمنا بطرس، مش بس بطرس، كل التلاميذ هربوا تحت الصليب وكلنا تحت الضعف، فقال له كده يا بطرس، فقال لبطرس هكذا أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة؟ ده أنا داخل على الصليب ومش عاوزكم تموتوا معايا زي ما أنت قلت. أصلا معلمنا بطرس كان حماسي وكان حاسس بنفسه شوية قبل ما يختبر بقى عمل الله الكامل في حياته، فقال له وإن أدى الأمر أن أموت معك تموت. طب بس تكلم يعني كلام هتعيشه، يسامحنا القديس بطرس يعني، ده أنت قدام جارية أنكرت وسبيت ولعنت وقلت معرفوش، وقالوا لك لغتك تظهرك. لكن هنا بقى بيوريني ضعفي وبيوري كل واحد النهاردة فينا ضعفه لما نتكلم فقط بالكلام ولا نحيا بالسلوك. التلات تلاميذ هنا جه في بالي كده في هذا المشهد ازاي ان هم يورونا ضعف الانسان، برغم ان في مشهد في العهد القديم لما نراجعه اللي جه في سفر دانيال اصحاح 3 نشوف فيه بقى ازاي التلات فتى القديسين قدروا في اتون النار يظهر لهم الرابع الشبيه بابن الالهه. طب عتاب كده بقوله لنفسي وبقوله لمعلمنا بطرس ومعلمنا يعقوب ومعلمنا يوحنا، ابن الله الظاهر في الجسد معانا في البستان وما نقدرش بس نسهر نصلي معاه. طبعا كلنا بنلوم عليهم دلوقتي، طب ما احنا زيهم برضو، احنا زيهم بنبدل راحة الجسد، وزي ما قال لهم كده الجسد ضعيف اما الروح فنشيط، بنبدل راحة الجسد. التلات فتر قديسين بقى شدرخ وميشك وعبدناغو حنانيا وعزاريا وميصائيل في اتون النار قالوا كده لنبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك أيها الملك، يوجد إلهنا الذي نعبده وقادر أن ينجينا من يدك، وإلا فليكن معلوما حتى لو لم ينجينا إحنا قابلين أن إحنا نلقى في أتون النار. ودي اللي المسيح قالها، إن أردت أن تعبر عني ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. شوفوا الفرق بين الثلاث فتية، الله ظهر لهم الرابع شهيب ابن الآله، وهنا الله الظهر في الجسد اللي عاشوا معاه القديسين الثلاثة وعاشوا معاه وشافوا معجزاته، لكن بكل أسف ضيعوا على نفسهم فرصة ان هم يخدموه ويسهروا معه ساعة واحدة، لكن نلوم أنفسنا معهم. حاجة أخيرة نشوف فيها كمان موقف تاني، ان هو في هذا المشهد قال لهم ناموا ثم قوموا، هيناموا ولا يقوموا؟ قال لهم ناموا الآن واستريحوا، خلاص بقى طالما ما شاركتونيش ناموا، كنت عاوزكم تسهروا مش بس عشان تكونوا معايا، لكن حتى علشان لما تسهروا لألا تدخلوا في تجربة، سهروا معايا علشان تبقوا معايا وعلشان ما تدخلوش في تجربة. لكن قل لهم قوموا ننطلق، هو ذا يد الذي يسلمني قد اقترب، خلاص هو جه. لما تبصوا للمشهد ده تشوفوا ان المسيح لما جم يقبضوا عليه ومعهم حوالي 600 واحد كتيبة كاملة أو فريق كامل، لم يهلك أو تسقط شعرة واحدة من التلاميذ أو حد من تابع المسيح، وهم اللي جايين بسيوف وعصي على لص كأنهم خرجوا أذن واحد تطير منهم. فالمسيح بالرغم من تقصيرنا وضعفنا وعدم اشتراكنا في الصلاة وفي التسبيح اللي الكنيسة وضعته في كياهك وفي أسبوع الألام وقدسات الصوم الكبير، بالرغم من كده لا يتركنا أبدا، بل يسيج حوالينا من كل ناحية ويقول لا أترككم، بل أنا هو معزيكم يقول الرب. ربنا يدينا كلنا إن احنا نختبر في حياتنا هذه المشاهد، كمال الإنسان وبستان الأحزان، هذه المواجهة مع الشيطان فننتصر كما انتصر المسيح في البرية وكما انتصر في بستان جسيماني وانتصر في الجلجسة، ونختبر المسكنة الروحية، المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلامه يخلصنا، فلنسبحه ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.
لك القوة والمجد.